قامت قوات الاحتلال باعتقال الشيخ مؤيد الخزرجي والدكتور جليل عكيش الشمري، وذلك بعد أن كان هناك موعد مسبق معهم في يوم أمس يوم الاثنين في الساعة 2 ظهرا للتفاوض لأجل القضية السابقة التي نشرتها الصحف والإذاعات لأجل التفاوض في المطالب التي طلبناها منهم، وكان اتفاق مسبق معهم، لكن اتضح أن هذا الاتفاق كان كمينا. كول كاسيل عظيم الجبروت.